مرحبا مشاهدينا. بعد المعركة الرائعة بين بيرنز وتاناكا انتهت بعد 3 جولات. ريو شو رأيك؟ والله شوفي كانت مباراة ممتعة جدا. عندك من جهة واحد جرابلر في شوفي في بيرنز اللي هو فايز بثلاث مباريات قبل هالمرة، طبعا كل مباريات كانت بالون اف سي، ما خسران ولا مرة. مع تناكا معروف عنه انه فايز بعشر مباريات، خسران مرة واحدة، والخسارة الوحيدة اللي خسرها ما كان عشان هو اللي خسر، الدكتور قال، الطبيب قال لا في إصابة لازم توقف المباراة. فيعني ممكن تقولي انه اثنين ما خسرانين ولا مرة. لو لاحظت المباراة انه كانوا الند للند، في لحظة من اللحظات بالجولة الثالثة تناكا سيطر على المباراة بدرجة كاملة، خلى بيرنز على القفص على السياج وظل يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه، وكل اللي يحاول يعمله بيرنز كان يرفع ايديه يرفع ايديه، وبذكاء مسكه ونزله على الارض. طبعا كان في عندنا اختلاف، كنا احنا متوقعين انه ممكن يخسر راح يعمل سبمشن على تناكا، بس لا واخذ كان حاول اول جوله بتذكر كان عم يحاول يخلص الجوله بالريو نيكد شوك بس ما زبطت معه. لان ليش؟ لان تناكا عنده خبره طويله وعرف كيف يطلع من عندها. لا تنسى واحد عنده رسلينج وعنده بوكسينج باك جراوند وقدر يطلع من عندها. فالحلو في تناكا انه ما استسلم، يعني كان ممكن يستسلم من الجوله الاولى بس كمل الجوله الاخيره، هو اعترف بالنهايه. الحلو فيهم بالنهايه لما خلصت المباراه يعني عملوا عناق في حضن واحد الثاني اعترافه بمقدره الفائز على الخسران. فحلوه المباراه كانت ند للند، كانت ممتعه للجماهير، لاحظت الجماهير كانوا بيشجعوا بينادوا وينادوا لان كان مباراه ممتعه من جهتين. يعني بالنسبة لإلك هل كانت هاي التوقعات يعني النتيجة كانت متوقعة من الأول إنه بيرنز هو اللي حيفوز على تناكا؟ لا أي واحد ممكن، أي واحد ممكن يعني إذا لاحظتي إذا شفتي على الورقة بيرنز فايز بس 3 مرات، الخبرة مش معه وكلها بالوان اف سي الخبرة مع تناكا يعني متقاتل بشوتو بوكسينج بوان اف سي بعدة مباريات، وعنده 10 مباريات فايز فيها. ايه 10 مباريات فايز فيها. اخر مره خسران كان 2008 اعتقد. ايه ومثل ما حكيت هي الدكتور ستوبج. اذا شفتي على الورقه رح تقولي انه تناكا اكيد رح يربح، يعني اللي شفنا هربرت بيرنز كيف فات وكيف لعب كان عنده انرجي وعنده وجايب كل شيء معه. لا يعني نحن شفنا البي جي جي، هلا هو حزام اسود بي جي جي هربرت بيرنز، شفنا البي جي جي تاعه، بس كمان شفنا المصارعه تاعه، مصارعه قويه، حتى اللكمات وكيف كان عم يشتغل على القفص، ممتعه يعني مش معقوله. الف مبروك لبيرنز. يعني كنتوا تتوقعوا هالنتيجه؟ ما توقعنا هيك، بس اول جوله يعني بتعرفي كل شيء باول جوله، نحن دائما نقول اول جوله رح اللي كل شيء على المقاطع. اكيد بتعرف هو اول جوله وثاني جوله كان موجوده في صالح تناكا، هو كان خسرانها. الطريقه الوحيده تناكا كان ممكن يفوز لو فاز بالجوله الثالثه باللكمه الفنيه القاضيه، وهي ما صارت وانتهت المباراه على تناكا، فوز تناكا. ريو هل برايك بيرنز فاز بكل الجولات؟ بيرنز اكيد فاز بالجوله الاولى، بيرنز اكيد فاز بالجوله الثانيه، بالجوله الثالثه مثل ما قلت لك كان موجود على القفص وتناكا حاول يفوز باللكمه الفنيه القاضيه. في لحظه من اللحظات قبل نهايه الجوله تناكا عطاها كل اللي يقدر عليه، عطى الجوله قوته وعضلاته وجهده للاخير وظل يضرب، كل اللي بيرنز كان فيه يعمله يرفع ايديه عشان يصد، مع انه بيرنز كان جاي ويعمل ركلات ويعمل يعني مع انه هو من البرازيل جيجيتسو يعمل الاشياء كلها على الارض، بس عمل لكمات عمل ركلات، كانت عنده ركلات اذا فاكر كانت اي ركله اماميه ركله دائريه، في كان حتى لعب مرات عمل كنا عم نحكي فيها كان عم يستعمل الركلات كثير، وشفنا حركات من تناكا بالثالث جوله يعني كانوا حلوين بس ما كانوا عقد بس هربرت ممكن بيرنز. يعني بس ممكن في لاجل المناقشه ممكن تقولي انه تناكا ممكن كان فايز بالجوله الثالثه، بس هذا ما راح يساعده لو حتى لو فايز يعني بالجوله الثالثه عمل مجهود اكثر في الجوله الثالثه، كان عم يحاول يلاقي شيء ليربح، يعمل شيء حتى لو تعطيه الجوله الثالثه فبيرنز فاز بالجوله الاولى والجوله الثانيه اكيد. الطريقه الوحيده اللي كان تناكا ممكن يفوز بالمباراه انه بالجوله الثالثه يعملوا لكمه فنيه قاضيه او لكمه قاضيه وينهي المباراه او استسلام، بس ما صار. فحتى لو اعطيتي الجولتين الاولى للبيرنز الجوله الثالثه كان في متقاربه ممكن تعطيها لتناكا، ممكن تعطيها لبيرنز، ممكن تعطيها حتى تعادل، كانت في تصير مفاجاه يعني كانت لو ضربوا ضربه قاضيه بالجوله الاخيره كان ممكن تتحول المباراه.
على كل، شكرا ريو وشكرا عليه.